وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن سعادة علي سالم المدفع رئيس وهيئة مطار الشارقة الدولي أن العمل جار لإنجاز مشروعات توسعة مطار الشارقة بتكلفة إجمالية قدرها 2,400,000,000 درهم لرفع الطاقة الاستيعابية من 8 ملايين مسافر إلى 20 مليون، وتحسين الخدمات من خلال التوسعة الأكبر في تاريخ المطار التي ستستغرق 3 سنوات. راح تكون في عندنا هنا عدد 66 منضدة خاصة في العربية للطيران، الحالية متوفرة في الرحلات الأخرى هو 48 منضدة سيتم تخصيصها فقط للشركات الأخرى، وهنا يكون في عندنا 17 منضدة وعدد 20 بوابة إلكترونية. بتكون في زيادة من مساحة السوق الحرة من 188 متر إلى 2500 متر مربع. من خلالها بتكون في صور أيضا لفرصة المطاعم وعدد من المقاهي، واعتماد طبعا التنوع في العلامات التجارية خلال الموقع هذا، وأيضا في فندق سيتم تجهيزه أيضا بخدمات عالية وبطاقة استيعابية لعدد 50 غرفة في 3 بوابات للقادمين لاستقبال مسافرين القادمين. نظرا لأغلب اليوم العمليات عندنا في مطار الشارقة هي من نوع الإيرباص اللي هي 320، هذه طبعا طائرات ممكن أن الحزام الواحد يستوعب 3 رحلات، فبهذه الحالة ممكن استيعاب 16 رحلة في الآن واحد من خلال 8 أحزمة هذه. راح نكبر المواقع اللي هي موقع أكبر يستوعب أكثر من تقريبا 373 موقف للسيارات،